زي ما في خشونة بتحصل في أي عضلة في الجسم، بيحصل مشاكل في المفصل، بيحصل جفاف في الفم. هل الحاجات دي مرتبطة بالسن ولا مرتبطة بالعادات الغلط، وممكن علشان عادات غلط تزيد في الخمسين؟ طيب انا عايز اايدك الاول في موضوعنا ده، كلام للرجاله بس. طبعا طبعا. ميرسي والله، متشكرة جدا يا دكتور، متشكرة جدا. انا اللي بشوفهم في الستات دلوقتي في العياده عندي، العمر الصحي ايه للستات؟ ما انا بقول لك بقى 21 يعني سنة. 50 is the new 40 زي ما ايوه بالظبط يعني، بجد بقى بيحافظوا كويس جدا. تمام. الرجاله مهمله جدا، خليهم يهملوا هم. مش عارف بقى، بس عشان بيشوا يعني بيتعبوا، مش ملحقين يعني، يتعبوا بقى براحتهم يعني، المهم ان الستات تهتم بنفسها. باك بقى لسؤالك. طبعا الاهمال انا بشوفه احنا الناس كلها في مصر بالذات مهملين جدا في اسنانهم، وبيجي العياده بيفتخر قوي. انا اول مره اروح لدكتور سنان، بيبقى داخل يعني كده كانها بطوله. انا اول مره اروح لدكتور سنان، ما بحبكوش جدا، طب ايه استفدت ايه؟ فبتلاقي طبعا مصيبه في بقه يعني. لكن طبعا مع السن، هو بيبقى الشباب واخده في الاول، بس مع السن زي ما بتقولي من اكتر حاجات اللي بتبان ان الغده اللعابيه بيقل افرازات اللعاب. واللعاب ده حاجه مهمه جدا، لان هو يعني اولا في انزيمات في اللعاب بتساعد في الهضم، هو اللي بيعادل الحموضه اللي بتفرزها البكتيريا اللي بتسبب التسوس ومشاكل اللثه كلها. عشان كده التسوس بيزيد في الخمسين. ده حقيقي. بلس كمان ان الجير بيزيد، لان النهارده وجود اللعاب بيقدر يعمل زي يعني مستمر، غسيل مستمر للثه، لكن مع قله اللعاب الجير بيبتدي يقدر يكون نفسه، والجير ده عدو رقم واحد للاسنان في السن الكبير. فالمفروض ان احنا نتخلص من الجير ده كل قد ايه؟ في السن الكبير انا انصح كل 3 شهور. كل 3 شهور المفروض، كل 6 شهور، بس في السن الكبير مع ناس بالذات كمان عندها مشكله في ان اللعاب ابتدى يقل عنده، لازم يبقى كل 3 شهور. طب الجفاف الفم ده بيعمل خلط بين السكر وبين ان هو عنده مشاكل في اللثه وفي الاسنان بتعمل جفاف الفم؟ طبعا. طبعا. وبعدين النهارده في ادويه كمان مع السن الكبير بتاخديها، زي الحاجات اللي بتخفض ضغط الدم، وادويه كوليسترول وكده، وادويه الدبريشن والبين كيلرز، كل دي بتسبب جفاف في الدم، وبالتالي بيبتدي يحصل مشاكل العيان مش عارف سببها. بس هو دواء بياخده، الراجل مش عارف يعرف سببها، الستات ما بيعرفش. لا الستات، لا الصراحه انا بقول لك انا يعني منزهات عن الامراض.